كنت في اتخاذ قرار صارم ضد اللي ساير في بيجا في الوناس اللي تصب في سد سيدي سالم. وين وصلت الامور؟ وصلت صارت معناها التحقيق في المساله هذيك. داير حتى وزاره الفلاحه هذول اللي خرجت اليوم بلاغ ان شاء الله باش تكون لزياره الى السد، معناها باش نقف حتى على مساله على منظومه المياه. لكن ديما كما قلنا نفس المبدا، اذا كان فما اي اخلال فما هيكل الدوله تتدخل للحد من الاخلالات هذه. ولي بيجا في حوارنا معاه بالصور والفيديو يعترف صراحه انه الوناس قاعده تصب في الواد مش من السنه، يقول لك منذ سنوات. اي اللي قلت لك اللي باش يخرج به التقرير التفقد هذايا راه الناس باش تحمل مسؤوليتها فيه، عندنا حتى اشكال في هذايا.